السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. عقدت الآلية الثلاثية ووفد مشترك لموقع الاتفاق السياسي الإطاري اجتماعين مثمرين لمناقشة الخطوات التالية في المرحلة الثانية من العملية السياسية. وأوضحت الآلية الثلاثية في تصريح رسمي على صفحاتها في تويتر على التزام موقع الاتفاق الإطاري بضمان شفافية المرحلة القادمة والعمل نحو مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين، مؤكدة التزام الآلية الثلاثية بتسيير العملية في المرحلة المقبلة. عقدت اللجنة العليا لتنظيم عودة اللاجئين والنازحين بالمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان اجتماعها الأول بالقصر الجمهوري برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي ملك عقار رئيس اللجنة. وأوضح وزير الحكم الاتحادي مقرر اللجنة محمد كورتيكيل الصالح في تصريح صحفي أن مهام اللجنة المكونة من عدد من الوزراء والمختصين تتمثل في توفير مستلزمات العودة الطوعية للاجئي المنطقتين بدول الجوار. وأضاف أن الاجتماع كان مثمرا، تم خلاله استعراض مهام اللجنة ومنهج عملها، وتم الاتفاق على تكوين لجان مساعدة لها. تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر بمعالجة قضايا توفير خدمات مياه الشرب والاتصالات التي تواجه أهالي منطقة أورشي بمحلية أنبرو بولاية شمال دارفور. وأكد سيادته لدى لقائه وفدا من أعيان المنطقة حرص الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الضرورية الأخرى، ومعلنا عن تبرعه بكلفة حفر بئر لمياه الشرب بمنطقة أورشي، كما وعد بمعالجة قضية الاتصالات بالمنطقة بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وقعت وزارة الدفاع أمس الأربعاء بنادي النيل العالمي بالخرطوم مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بجمهورية اليمن الشقيقة في إطار تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تدريب وتأهيل القيادات وتشجيع الزيارات بين الوفود على كافة المستويات. ووقع عن حكومة السودان وزير الدفاع ياسين إبراهيم وعن حكومة جمهورية اليمن وزير الدفاع اليمني محسن محمد حسين. وتطرقت مذكرة التفاهم إلى تقديم الدعم اللازم المتعلق بعمليات السلام وإدارة الأزمات وعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وإرسال البعثات بين البلدين. استقبل وكيل وزارة التجارة والتموين المكلف عبد الباقي عيسى بحضور السادة ممثلي الإدارات المختصة السيدة سوزانا شويدروسكي مديرة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ووفدها المرافق. وأشار عيسى إلى الموارد الطبيعية والثروات الزراعية والمعدنية التي يتمتع بها السودان، مؤكدا على أهمية تقديم المشروعات إلى لجنة الأمم المتحدة لتساهم في التنمية المستدامة، مشيرا إلى التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية بالبلاد. من جانبها أعربت سوزانا عن مساعدة السودان في تنفيذ عدد من الأنشطة وفق الأولويات، خاصة ما يتعلق بالدعم الفني. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام الموجز الإخباري، لكم منا خالص التحايا ودمتم في أمان الله.